عليكم، كي درتو لاباس؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الحلوه بدون فرن، وغادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا 250 غرام ديال الكاوكاو اللي هو فول سوداني، حمرته بالقشور ديالو وطحنته، حمرته في الفول وطحنته بحال هكا. وعندي نص كيلو ديال الشوكولات ابيض اللي هو غالا، وعندي هنايا 200 غرام ديال البسكوي، وعندي هنايا جوج معلقات ديال نيسكوي ديال الحليب المركز بحال هكا، وكاوكاو هكا كي تشوفوا راه طحنته. وغادي نطحن هنايا هاد البسكوي ديالي وغنرجع لكم، والشوكولات ديالي غادي نذوبو في باماغي وغنرجع. دابا كي تتشوفوا هانتوما الشوكولاط ديالنا، الشوكولاط قال راه باغي تيذوب ما تيعذبناش، ولكني خصنا نحركوه. كنديروه هكا في حمام مريم، ولكني خصنا نحركوه غير بشويه بشويه حتى كيذوب لنا على خاطرو بحال هكا. دابا حنا طحنا داك البسكويت ديالنا وكاوكاو عندنا هنا، وداك الشوكولاطه حنا ذوبناه راه ساهل، هاد الشوكولاط قال في التذواب. غادي نبداو، غادي داك البسكويت نزيدو عليه هاد كاوكاو، راه هاد الحلوه ساهله وزوينه تتجي بنينه. وغادي نزيدو داك الحليب المركز بحال هكا، غادي نبداو نخلطو غير بشويه بشويه بحال هكا. وغادي نزيدو هاد الخليط ديالنا ديال الشوكولات بحال هكا، ويب شويه بشويه باش داكشي اللي عندنا داك العناصر كلها تحرك، هادشي كلشي اللي عندنا هنا يتخلط. راه كيجي شويه جري هادشي، ما يجيش قاصح هكا. نخلط هذا الخليط ديالي مزيان، ومن بعد هادو فاش غادي ندير ديال السيليكون غنخدم فيهم ونرجع. دابا كي تتشوفوا اخوتي غادي نديرو هنايا غير هكا غير الوسط غير بحال هكا غير الفوقاني بحال هكا، كلهم ندير غير هذاك الفوقاني هكا في الجنب، ونحاول ما امكن ما نوسخش هذا ديالي هنا في الجنب هكا، وغنديرهم كلهم وندخلهم في الثلاجه يشدوا راسهم، وعاد نولي نرجع نعمرهم بحال هكا. دابا غنديرهم في الثلاجه يديروا شويه، وعاد نرجع لهم باش ندير لهم التين ديالهم. تتشوفوا انا عمرت هادو، ها هو الشوكولاط ديالنا جمد وعمرتهم. غنوريكم الطريقه كي تندير بحال هكا، كندير خص الخليط يكون بحال هكا، وغادي نعمر بحال هذا الشكل هكا، ونحاول ما امكن هكا نعمر كاع الجناب بحال هكا. المهم راه هاد الكاطو خصنا لقانا وصافي، هو راه ساهل وخصنا شويه لقانا بحال هكا. غنعمر مزيان، وها هو حتى هذا درتو هنايا ودرتو تجمع شويه الشكلاط، وغنولي نعمرو بحال هاد الشكل هذا، وغادي نزينهم شويه نغطيهم شويه بالشكلاط كحل، ونولي نرجع لكم ان شاء الله فاش نسالي هكا بحال هكا. غندير بحال هكا، ومن بعد غندير الشكلاط هنا نذوبو ونعمر هنا ونرجع لكم. كي تتشوفوا دابا تنزينو هكا بالشكلاط كحل من الفوق، الا بغيتو تخليوه ابيض خليه، المهم انا عندي شويه الشكلاط كحل وقلت نديرو بحال هكا. كلهم كندير لهم الشكلاط من الفوق، وتنحاول غير بالعقل، واخا نوسخو جنيه برا من بعد فاش غادي نبغيو نديرهم في الثلاجه غنمسحهم بحال هكا هكا بالخاطر، حيت هذه فيها شويه القنوت بحال هكا.
تخدمو غير بالعقل بحال هكا. ودابا غادي نسجد هادشي كلشي ونرجع لكم. دابا كي تتشوفوا ها هي الحلوه ديالنا وجدات، هانتوما كي تتشوفوا تتجي على هاد الطريقه. المهم اخوتي حنا كنحاولوا ما امكن الا تنحاولوا، لا عندنا شي ديفو ولا شي حاجه تنحاولوا نديروا غير هكا ونقادوا الحلوه ديالنا. هادي حتى هي كذلك هي وجداتنا، هانتوما كي تتشوفوا نوريكم الطبق ديال التقديم. دابا كي تتشوفوا ها هو الكاطو ديالنا، هي الحلوه وجداتنا هانتوما كي تتشوفوا. وهاد اللوين هذا راه غير الشكلاط ابيض ودرت فيه شويه ديال الشكلاط كحل باش عطاني هاد اللون. وبسلامه عليكم اخوتي.